منطقة النفوذ الأمريكي معروفة الخليج ومنطقة النفوذ الروسي، حتى أنه الأمريكان بالأزمة السورية يعني ما كانوا يعني يريدوا يقوموا أي دور، يعني حتى كان دورهم أيام أوباما معرقل وداعم حتى للحركات الإسلاموية ومستمرة حتى داعش، يعني شلون محاولة أنها تعرقل روسيا هذه الطريقة اللي بحيث أنها ما تتدخل يعني، فألم تقمع هذه الجماعات وتركتها يعني، وتحدثت عن هالشيء هذا كلينتون بكتابات بكتابها خيارات صعبة، وإذا قرأت يعني تطرقت لمصر أيضا أنه مصر دولة يعني كما أسمها هنري كيسنجر دورة تاريخية صعب اختراقها، وهي أعادت نفس الكلام قالت أنه الدور المصري يعني يبدو أنه يهدد مشروع يعني ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بالنفاذ من خلال يعني ما سمي بالثورات العربية، لذلك قالت أنه مصر من الصعب اقتحامها ومن الصعب تركها. لماذا؟ لأنها دولة تاريخية سيكون لها دور، وهذا هو الدور الذي تبدى الآن. بالنسبة للدور الروسي، الدور الروسي بالتأكيد يعني يعني خسرت روسيا كثير من مواطئ القدم لها في 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 يعني خسرت في الورقة الليبية، أيضا خسرت في الورقة العراقية. سوريا هي موطئ القدم الأخير. هذا ما أريد أن أقوله، لذلك يعني يصبح الدور حتى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني إحنا لا نفكر يعني في مفكرين أمريكان كثير، يعني حتى بريجينسكي تكلم عن ذلك، قال إحنا ما نستطيع أن نحمل أعباء العالم كلياته، يعني يعني ليس من مهمة الولايات المتحدة الأمريكية أن تضطرع بالمهام العالمية، حتى تحدث أنه تمنى لو عادت الحرب الباردة. لماذا؟ لأنه تصبح تقاسم لحل الأزمات الدولية بين الدول ومناطق النفوذ. أحسنت، تصبح يعني تقاسم بين الدولتين العظميين. الآن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تقريبا يعني تنسحب من الشرق على حساب مناطق الباسيفيك يعني.